جاهز معايا ورقه وقلم، كله يا ريت هتجيب الكتاب معاك. انا هجيب الالف، انا منصر الالف اللي هو عباره عن الف واحد ب واحد الف اثنين ب اثنين كل سالب واحد. بيت القصيد في ايجاد معكوس المصيف ده اللي بيحل لي اي مشكله، هو اللي بيحل لي المعادله اللي قدامي. طيب علشان اجيب معكوس المصفوفه، لو كانت المصفوفه 2 في 2، لو كانت المصفوفه 2 في 2، قلت ده بيسمى مين؟ القطر الرئيسي. قلت ده بيسمى القطر الايه؟ الرئيسي. وده بيسمى القطر الغير رئيسي. يبقى ده سميه القطر الرئيسي وده القطر الغير رئيسي. الغير رئيسي. يبقى علشان اجيب الالف اس سالب واحد او الالف هسميه الالف اس سالب واحد، يبقى عباره عن واحد على محدد الالف. واحد على محدد الالف. في هغير هبدل القطر الرئيسي تبديل القطر الرئيسي وتغيير اشارات القطر الغير رئيسي. تبديل القطر الرئيسي وتغيير اشارات القطر الغير رئيسي. طيب تبديل القطر الرئيسي اللي هو يبقى ب 2 الف واحد، وتغيير الاشارات يبقى الف سالب الف 2 ب 1 سالب. يبقى بدلت القطر الرئيسي مع تغيير اشارات القطر الايه؟ الغير الرئيسي. ودي بتسمى مصفوفه الايه؟ مصفوفه مدور، مصفوفه الايه؟ العوامل المرفقه. اللي يهمني تشوفها في مين؟ في هحل مساله وتكاد كله هيفهمها ان شاء الله بعون الله، مفيش حد مش هيفهمها بطريقه سلسه جدا، ونيجي نشوف الامثله. بس قبل ما ادي امثله انا محتاج حاجه مهمه جدا، ازاي اعرف اضرب مصفوفتين في بعض؟ ازاي اعرف اضرب مصفوفتين في بعض؟ هاجي ناخد مثال. طيب انا عندي ادي المصفوفه، المصفوفه اقول عباره عن عندي مصفوفه واحد اثنين سالب ثلاثه سالب خمسه مضروبه في المصفوفه سالب خمسة ثلاثة سالب اثنين واحد. تعالوا نشوف ضرب المصفوفتين دول. علشان اضرب لازم يكون المصفوفتين من نفس الايه؟ النوع. عشان امكانية الضرب. طيب شوف انا بضرب ازاي. ادي الصف الاولاني. بضرب المصفوفة الأولى في المصفوفة الثانية. يبقى الصف الاولاني في مين؟ في العمود الاولاني. الصف الاولاني في العمود الاولاني، والعنصر الاولاني في العنصر الاولاني زائد العنصر الثاني في العنصر الثاني، يبقى بتساوي اهو. يبقى الواحد في سالب خمسه، ممتاز. سالب ثلاثه في سالب اثنين، سالب ثلاثه في سالب اثنين. بعد كده صف ده مين؟ العنصر الاولاني. يبقى العنصر الاولاني جه منين؟ حاصل ضرب الصف الاولاني في العمود الاولاني، الصف عمود. وبعد كده اهو الواحد في سالب خمسه، سالب ثلاثه في سالب اثنين. بعد كده ادي الصف الاولاني اضربه في مين؟ في العمود الثاني. يبقى الواحد في كام؟ في ثلاثه. الواحد في ثلاثه ناقص كام؟ ناقص ثلاثه في واحد. يبقى الواحد في ثلاثه ناقص ثلاثه في كام؟ في واحد. ممتاز. اجي بعد كده يبقى عشان اجيب الصف الثاني، الصف الثاني في العمود الاولاني الاثنين في سالب خمسه، سالب خمسه في سالب اثنين. بعد كده صف عمود العنصر الاولاني في العنصر الاولاني الاثنين في ثلاثه ناقص خمسه في واحد. تطلع لي عباره عن كام؟ الواحد في سالب خمسة بكام؟ سالب خمسة. وهنا سالب ثلاثة في سالب ثلاثة تديني كام؟ سالب ستة. يبقى موجب ستة، صح؟ هنا في إشارة موجبة، تمام؟ وفي إشارة ما بين الاثنين دول إشارة موجبة، وفي إشارة موجبة ما بين الاثنين بس مش باينة، وفي إشارة موجبة بس المفروض ما تكتبهاش، المفروض أنت بتجمع على طول، المفروض أنت
انت بتجمع معايا على طول، انا بعملها لك خطوه خطوه، ان انا بقول الواحد في سالب 5 زائد السالب 3 في سالب 2، الواحد في سالب 5 بكام؟ في سالب 5 زائد سالب 3 في سالب 2 بكام؟ موجب 6، يطلع لي الناتج عباره عن كام؟ عن 1. عرفت طلع بواحد ازاي؟ تمام. اللي بعد كده العنصر الثاني في الصف الاولاني، الواحد فيه كام؟ في 3 زائد سالب 3 في 1 تديني كام؟ 6. تديني 0 صح؟ تديني كام؟ 0. ماشي ممتاز. هنا الاثنين في كام؟ في سالب 5، يبقى سالب 10 زائد ها؟ 10 زائد كام؟ 10 تديني كام؟ 0. يبقى 2 في سالب 5 سالب 10، وهنا زائد 10 تديني كام؟ 0. هنا الاثنين في كام؟ 3 في 6 وهنا زائد سالب 5 في 1 يبقى تديني موجب 1. ادتني مصفوفه تسمى مصفوفه الوحده، دي بتسمى مصفوفه الايه؟ الوحده. يبقى دي بتسمى مصفوفه الايه؟ الوحده، لانها ظهر القطر الرئيسي فيها كل واحد ما عدا القطر الغير رئيسي بكام؟ بصفار، تسمى مصفوفه الايه؟ الوحده. دي كانت فكره ضرب مصفوفه. تعالوا بقى لما ناخد مثال ونشرحه بالتفصيل ونشوف كله هيفهمه ان شاء الله. أوجد مجموعة الحل للنظام، أوجد مجموعة الحل للنظام الآتي باستخدام المصفوفات. هو كده السؤال اللي هيجي في الامتحان، هيجي يقول لك باستخدام المصفوفات او بحل النظام الاتي، والنظام الاتي يبقى 2 س زائد 3 ص تساوي 8، وهنا 4 س زائد 5 ص بتساوي 11. لو كان في الامتحان هيجي لي معاك كثير الارقام. طيب المساله لما تجي لي في الامتحان اعمل فيها ايه؟ قلت لما كنت اسمها الف س بتساوي ب، هي نفسها هي هي، قلت انا هجعل المعاملات لوحدها ومصفوفة المتغيرات لوحدها ومصفوفة الحد المطلق في الناحية الثانية. يبقى تعالى اعمل ادي المصفوفة، ادي 2 3 4 5، وادي مصفوفة مين؟ السين، وادي الصا بتساوي 8 11. حاجة سهلة وبسيطة للكل، أنت نزلت مصفوفة المعاملات تحت المصفوفة اللي 2 في 2، وادي مصفوفة المتغيرات على هيئة عمود واحد، وادي مصفوفة الحد لمين؟ المطلق. طيب عاوز اجيب كلمه مين؟ السين في الص. هنا بنقول اوجد مجموعه الحل، يعني ايه اوجد مجموعه الحل؟ اوجد كلمه السين وايه؟ والص. تمام. يبقى انا عندي يبقى السين وادي الص بتساوي مين؟ قلنا هنودي دي اليمه الثانيه، اس كام؟ اس سالب واحد صح؟ قلنا هنودي دي، يبقى ادي 2 3 4 5 اس كام؟ سالب واحد، وهنا 8 وهنا كام؟ 11. لغاية كده المطلوب مني ان انا اجيب مين؟ سينوس. اجابه المعكوس الاول. قلنا عاوز اجيب مين؟ اجابه معكوس المصفوفه. قدرت اجيب معكوس المصفوفه دي، ارجع اضربه في ال 8 وال 11 اجيب كلمه مين؟ سينوس. سينوس. طيب تعالى هاتلي معكوس المصفوفه. هنيجي ناخد واحده واحده. ادي معكوس المصفوفه اللي انا سميته الف المره اللي فاتت اهو. 2 3 4 5 اس سالب 1 ده بيساوي ايه؟ ايجاد معكوس المصفوفه ده قلنا بيساوي ايه؟ قلت 1 على قيمه المحدد بتاع قيمه المحدد ده اهو اللي هو 2 3 4 5. قيمه المحدد كنا بنجيبها المحاضره اللي فاتت ازاي؟ كنا بنقول ايه؟ حاصل ضرب القطر الرئيسي ناقص حاصل ضرب مين؟ القطر الغير رئيسي. يبقى 2 في 5 ناقص كام؟ 3 في 4 تطلع لي الاجابه بكام؟ سالب 2. يبقى قيمه المحدد بتاع المعكوس بكام؟ خلاص يبقى 1 على قيمه المحدد اللي هو سالب 2. طيب مصفوفه العوامل المرافقه بتاعت دي عباره عن ايه؟ قلنا هنبدل القطر الرئيسي ونغير اشارات القطر الغير رئيسي. نبدل اهو، حاجه بدل ها ادي القطر الرئيسي
تلاته. يبقى انا كده جبت مين؟ المعكوس. اشيله واحط مين؟ قطب. يبقى ادي اذا السين وادي الصا. هنزل القيمه دي اهو، واحد على سالب اثنين، خمسه سالب ثلاثه، سالب اربعه اثنين، مضروبه في كام؟ في الثمانين. اول مشكله انا حلتها. فاضل المشكله دي التانيه، ان انا اضرب مين؟ المصروفين في بعض. تعالوا نشوف ضرب المصروفين في بعض. تعالوا هنضرب زي ما بصوا بقى، الواحد على سالب اثنين ده كانه مش موجود خالص، ماليش دعوه به، ده عامل مشترك بره. انا بضرب المصروفه الاولى في المصروفه مين؟ في الثانيه. ادي السين وادي الصاد بتساوي واحد على سالب اثنين. هضرب ادي صاد في عمود، صح؟ يبقى الخمسه بكام؟ في 8. الخمسه في 8 ناقص الثلاثه بكام؟ في 11. العنصر الاولاني في العنصر الاولاني، والعنصر الثاني في العنصر الثاني، يبقى ناقص ثلاثه بكام؟ في 11. طيب اجي على الصف الثاني، صح؟ في عمود، يبقى سالب 4 في كام؟ في 8. في 8 زائد 2 في كام؟ في 11. تمام؟ يبقى بتساوي سالب ادي النص زي ما هو، 1 على سالب 2، ابقى صف الخمسه في 8 بكام؟ ب 40. ناقص 33 بتديني كام؟ هتديني 7. تمام ممتاز. وهنا السالب 4 في 8 سالب 32 زائد 22 تديني كام؟ تديني سالب 10. يبقى اذا اهو السين والصاد عباره عن واحد على سالب. ايه رايكم؟ انا من حقي ان انا ادخل النص في مين؟ في العنصر الاولاني والعنصر الثاني، لانه مشترك للعنصر الاولاني والعنصر الثاني. يبقى انا هدخل النص فين؟ يبقى بتساوي ها؟ سبعة على سالب اثنين، وسالب 10 على كام؟ على سالب اثنين. تمام؟ يبقى بتساوي سالب 7 على 2 وكام؟ سالب 10 على سالب 2 تديني كام؟ خمسة. السالب تكون مع السالب، يبقى ال 10 على 2 اللي هي بكام؟ بخمسة. يبقى لما انا عندي مصفوفتين بيساووا بعض، يبقى العنصر الاولاني يساوي العنصر الاولاني، والعنصر الثاني يساوي العنصر الثاني. يبقى اذا السين يساوي سالب 7 على 2، والصاد يساوي 5. كله فين المساله؟ حد